السلام عليكم. ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو في احسن احوالكم. كما كتشوفوا معايا تشكيلات جديده ورائعه وانيقه بالنسبه للسيدات المحجبات وكذلك غير المحجبات. فاذا كنتي من مهتمين الموضه مع الكل تنضمي للقناه، تفعلي جرس التنبيهات هكا باش يوصلك كل جديد. فهنا كما كتشوفوا معايا هاد التشكيله هذه اللي جات غزاله ما شاء الله. شوفوا معايا الاناقه اللي فيها، وهذه كذلك كيف جات رائعه بالتنوره، كيف جات غزاله ما شاء الله باللون الاسود. نشوف هذه كذلك اللي جات مختلفه على اللي شفنا من قبل، كي جات غزاله وانيقه في هاد لورونج هذا اللي لابساها مع الكحل غزاله. فإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليه بالضغط على الزر اعجاب. شوفوا معايا هاد الاناقه هذه رائعه. شوفوا معايا في الصاله ديال هذه كي جات غزاله ما شاء الله. هنا لا فيديو كيقربكم اكثر لهاد اللبسه هذه كيفاش ملبوسه، كذلك كيفاش مخدومه في صالتها. شوفوا معايا انيقه جدا صراحه زوينه. وهذه كذلك كما كتشوفوا معايا كي جات غزاله. شوفوا معايا الختيمه ديالها كيفاش جات انيقه. شوفوا الخديمه كيفاش جات غزاله ما شاء الله. ونمشيو لهذه حتى هي كيفاش جات الخديمه ديالها. شوفوا كيفاش جات من التحت غزاله. كذلك شوفوا معايا اليدين، وهذا موديل اخر كما كتشوفوا معايا، فهو مختلف على اللي شفنا. فكلهم كل وحده مختلفه على الاخرى، وكلهم غزالين ما شاء الله وانيقين. فالفيديو عامر بتشكيلات اللي هي رائعه وانيقه، فما تبخلوش عليا بالضغط على الزر اعجاب، وخلوا لي التعليق ديالكم هكا باش نعرف شنو بغيتوا بالضبط، باش نبقى نحط لكم شنو بغيتوا بالضبط. شوفوا معايا هنايا هاد العبايه هذه كيفاش جات غزاله. شوفوا هذا الخياطه ديالها كيفاش جات، وهذه نشوفوا هاد اللبسه هذه اللي جات شويه عصريه وانيقه. شوفوا معايا كيفاش جات، فهي كذلك جات غزاله ما شاء الله وانيقه. فإلا كنتي اول مره كتشوفي القناه وعجبتك كذلك القناه اكيد، فمع الكل تنضمي للقناه وتفعلي جرس التنبيهات هكا باش يوصلك كل جديد. شوفوا معايا هاد الاناقه هذه تعادل اللباس هذا كيفاش جا. هذا بالنسبه للسيدات المحجبات اللي كيبغوا يلبسوا هذا البنطلون مع هذا. شوفوا كيفاش جا غزال وانيق. شوفوا الخياطه ديالو راه سامبل، ولكن في اللبسه كيجي رائع. وهذا اللون هذا اللي جا غزال ما شاء الله، كذلك هذا اللون هذا. ومشوا هذا الموديل هذا كيفاش جا غزال وانيق. شوفوا معايا الخديمه كيفاش مخدوم غزال. شوفوا مع الطريقه الفصاله ديالو. وهذا موديل اخر كما كتشوفوه معايا فهو كذلك غزال ما شاء الله. قاعد الموديلات هادو اللي في هذا الفيديو هذا غزالين ما شاء الله. فكنتمنى تكملوا لا فيديو حتى الاخر هكا باش تعرفوا على الجديد اللي كاين، وتعرفوا على كل لبسه كيفاش مبوسه، وكذلك كيفاش مخيطه، وكذلك الالوان اللي يقدروا يجوا مع هذيك اللبسه، وكذلك تناسق ديال الالوان. شوفوا معايا هذه الخديمه هذه كذلك كيفاش جات، وهذا كذلك كيفاش جا غزال ما شاء الله وانيق. وهذه شوفوا معايا هاد الخديمه هذه كيفاش جات بالنسبه للسيدات المحجبات، فهي جات مريحه واللوينات غزالين ما شاء الله. شوفوا معايا غزالين ما شاء الله اللوينات،
نمشيو كذلك لهاد اللبسة. هادي غزالة حتى هي مريحة في اللبسة. بالنسبة للسيدات اللي كيعشقوا هاد النوع ديال اللباس فهو كذلك غزال وما شاء الله وأنيق. وشوفوا معايا اللوينات كذلك غزالين ما شاء الله. وشوفوا معايا هنايا تناسق ديال الالوان كيفاش جا انيق. هذا موديل اخر كما كتشوفوه معايا هو جاي مختلف على اللي شفناه من قبل. كنتمنى تخليوا لي التعليق ديالكم وما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب. هادشي اكيد الى عجبكم الفيديو. هذا كيبقى نفس الموديل فقط الاختلاف في اللون. وهذا موديل اخر كيف ما كتشوفوه معايا كذلك كيفاش جا غزال ما شاء الله. شوفوا معايا الخياطه ديالو كيفاش جات. انايا بالنسبه للازرق هنايا كيجا غزال. شوفوا معايا الخديمه كيفاش مخدوم في الصاله ديالو. ونمشيو لهذا الموديل هذا كيفاش جا كيفاش تخيط. شوفوا معايا كيفاش هنايا كيفاش دارت هذوك لي بليات على الجنب. شوفوا معايا الخديمه كيفاش دايره اي غزاله ما شاء الله انيقه. هذا موديل اخر كما كتشوفوه معايا. شوفوا معايا الخديمه ديالو الطريقه ديالو كيفاش مخدوم هنا في الكميمات في التحت وهنايا في الفوق عند العنق كيفاش مخدوم. وجا سامبل جا غزال ما شاء الله. وهذا موديل اخر بالنسبه للسيدات اللي كيعجبهم اللباس بالتنوره كذلك هادو كاملين غزالين ما شاء الله. نمشيو هذا الموديل هذا اللي جاي كذلك انيق اللي جاي بالساتان. شوفوا معايا خديمه فهو جا بسيط وسامبل ولكن انيق ما شاء الله. فكنتمنى الى عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليه بالضغط على زر اعجاب هكا باش يوصل لواحد العدد كبير تاع الناس. وشكر خاص للناس اللي كيخلوا لي لايك. شكر خاص ليهم.